حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط. والتكرار على عظيم الأمر وعلى عظيم الإثم وعلى لابد اجتنابه، عافانا الله وإياكم. وعمل قوم لوط هو اللي واقع، نسأل الله الستر والسلامة والعافية، وهو أن يأتي الرجل الرجل، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول الوليد بن عبد الملك مر بقول ربنا عز وجل: أتأتون الذكران من العالمين؟ قال: ما ظننت أن رجلا ينزو على رجل حتى قرأت هذه الآية، حتى قرأت هذه الآية، نسأل الله العافية. ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من عق والديه. نعم، ملعون من ذبح لغير الله لصنم أو ضريح أو وثن تقرب بها لغير الله. ليه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الذبح إنما يكون لله تبارك وتعالى، ولا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. وأيضا من الذبح لغير الله كما عند أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام المتباريين، حديث صحيح. من هم المتباريان؟ المتنافسان، يعني جاء ضيف ذا وجاهة ومكانة، جاء ضيف ذو وجاهة ومكانة إلى كورة عامرة إلى بلدة من البلاد، فيأتي زيد من الناس ويعزمه عنده ويطيح لايش بعيرين ثلاثة وثلاث تيوس وأربع حريات وثلاث، ومن الغد سيعزم عند بيت عمرو من الناس، يقول: طيب أمس كم طيحوا له؟ كم بعيرين، حنا اليوم نديله كمان ثلاث بعران، حريين أربع حريات اليوم. ويأتي في اليوم الثالث عند بيتي، وهكذا هذا لا يجاب دعوتهم ولا يأكل طعامهم. عرفتم يا أخواني؟ هذه نقطة مهمة جدا. نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أكل طعام المتباريين، ومثال ذلك ما يكون ما يسمى بالطبق الخيري. عرفتم هذه؟ يقول لك عندنا طبق إيش؟ عندنا طبق خيري، فكل واحدة تتبارى تجيب أفضل ما هو إيش؟ أفضل ما هو، أفضل ما هو عندها، وتبيع وتبيع وتبيع. إذا كان كل هذا من هذا الباب لا يجوز الشراء ولا المشاركة فيه، لكن إذا كان خرج كله لوجه الله عز وجل فلا حرج ولا شيء ولا شيء فيه. فهذا يدخل في أنه ذبح لمن؟ لغير الله. فهذا ميت فطيس، هذا نهى عن طعام المتباريين، فلا يطعم من مثل هذه الأشياء. نعم. وملعون من عق والديه، نسأل الله العافية والسلام. وهذا دلالة على أنه من الكبائر العظيمة، وكل ما صدر باللعن فهو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.